يواصل أتباع حكومة السراج من الميليشيات والعناصر المتطرفة والمرتزقة استخدام كافة أعمال القوى المفرطة والقمع تجاه المتظاهرين السلميين المطالبين فقط بإسقاط نظام الفساد الذي لا يحمل في داخله سوى النهب والسرقة لأموال المواطن البسيط فضلا عن انتهاك أبسط مستحقاتهم المعيشية المتطلبة بشكل يومي. وفي ظل اتباع الأساليب القمعية قامت ميليشيا النواص التابعة لخارجية حكومة الصخيرات باستخدام قوة السلاح عبر إطلاق النار على المتظاهرين خلال الساعات الماضية في محاولة فاشلة لتفريق المحتجين من أمام منزل رئيس حكومة الصخيرات فايز السراج الموجود بمنطقة النوفاليين بطرابلس حيث تم اعتقال عدد من هؤلاء المحتجين من قبل تلك الميليشيات. ويأتي ذلك بعد أن زحف المتظاهرون المتواجدون في طريق السكة بالقرب من مقر الرئاسي بطرابلس إلى منزل رئيسه بمنطقة النوفاليين عقب تصاعد وارتفاع موجة الغضب الشعبي بين المحتجين جراء قيام موالين للسراج بإطلاق النار عليهم واستفزازهم. كما توجه المتظاهرون في وقت سابق إلى مقر حكومة السراج بطريق السكة في طرابلس بعد أن قامت قوات موالية لوزير الداخلية المفوض في حكومة الصخيرات فتحي باشاغة وبعض الميليشيات والمرتزقة بإغلاق ميدان الشهداء وحاولت التضييق على المحتجين ومنعهم من التظاهر. وتعد ميليشيا النواصي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة في طرابلس حيث تتألف من أكثر من 700 عضو يعمل جميعهم في منطقة أبو ستة بطرابلس على بعد أمتار فقط من قاعدة أبو ستة البحرية حيث تدير هذه الميليشيا عدة نقاط تفتيش وتسير دوريات في المنطقة وهو ما مكنها من لعب دور مهم في المشهد السياسي والعسكري في العاصمة طرابلس.